في كتير طقوس في حياتي كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بقلم وديك، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح، أصل المسيح وجعي حنيني طول عمري شايل ساكت مقايل والدمع سايل، ظروف تقيلة ماشية معندة أمواجها جامدة والحظ مايل، جربت وصفات الأطباء رأي الأحبة شفت البدايل، حفرة غويطة بعد أحلامي نفسي في سلامي بس مش طايل، إيديك حبك طوق النجاة في إيدك أنت بس حل المشاكل، أروح لمين حاسس بضيقة نفسي غريقة شمسي غميقة، حزني عايش أوقات طويلة ما بيد حيلة فرحي دقيقة، زرعت شوك في طريق حياتي كترت قهاتي تهت الحقيقة، حطيت في ناس كل يامالي زادت ألامي هربوا في الدقيقة، زرعت شوك في طريق حياتي كترت قهاتي تهت الحقيقة، حطيت في ناس كل أمالي زادت ألامي هربوا في الدقيقة، مجدا لاسم الرب يسوع، هللويا. احنا النهارده موجودين معاكم من قناه الطريق، وبشكر ربنا من اجل كل اللي بيساعدنا ان احنا نوزع التردد الجديد 11636 11636 عمودي في النايل سات وعبر العالم في كل القارات، في استراليا وفي كندا وفي امريكا وفي الشرق الاوسط وايضا في افريقيا وايضا في اسيا في كل قارات العالم. اهلا وسهلا بكم. النهارده موضوع حلقتنا، عشان ادخل في الموضوع على طول، ناس كتيره بتقول هو ايه النبوات؟ يعني ايه نبوه؟ يعني ايه اخد نبوه على حياتي؟ يعني ايه صلي لي اخ جوزيف عشان انا عايز اخد كلمه من ربنا، صلي لي اخ جوزيف عشان عايز اخد موقف لاني محطوط في ما بين مفترق طرق، عايز اختار الطريق دوت او الطريق دوت، فاديني كلمه من الرب. ايه الكلمه النبويه؟ يعني ايه حد يتنبأ على حياتك؟ وايه النبوات الصح وايه النبوات الغلط؟ وازاي اعرف ان الشخص ده
نبي حقيقي من ربنا ولا واحد كده بيتكلم وخلاص وبيتنبأ وبيقول كلام من عنده. وهل موضوع ان انا بطلب نبوات ده موضوع حلو ولا موضوع وحش؟ عايز اقرا الطالع، عايز اقرا الفنجان، ولا هو فعلا انا عايز كلمه من ربنا بس مش قادر وعايز واحد يساعدني شويه اعرف كلمه من ربنا؟ طب ازاي اوصل انا اكون نبي في يوم من الايام؟ انا عايز اتنبأ على الشعب والرب بيقول انا عايزكم كمان تبقى عندكم موهبه النبوه. كله ده اسئله كتيره جدا، اسئله كتيره جدا. عشان كده بطلب لو انت عايز النهارده تعرف اكتر عن الموضوع دوت تخليك معانا على اللايف النهارده، هتعرف ايه هي النبوه، ايه النبوه الصح، ايه النبوه الغلط، مين النبي الصح، مين النبي الغلط، ازاي انا اتنبأ على حياتي، ازاي انا اتنبأ على اولادي، على شغلي، ازاي، ما هي النبوة؟ ايه هي معنى كلمة نبوة؟ والانبياء اللي في الكتاب المقدس، وانا يعني في انبياء في العهد الجديد، طب هو في انبياء ماشي في العهد الجديد والعهد القديم، طب هو في انبياء دلوقتي؟ الناس اللي بتطلع على التلفزيون وتقول انا شايف كذا وانا شايف كذا وانا شايف كذا، هل دي حاجات كتابية؟ كل ده هنتعلمه النهاردة في الساعة اللي جاية ديت. عشان كده بطالب كل اللي عايز يشير الفيديو ده، لانه مهم قوي قوي التعليم ده النهاردة، وحاسس ان الرب مثقلنا ان احنا نعمل التعليم دوت. وبشكر ربنا لاجل معايا ضيف هو اساسا نبي، هو الرب مديله موهبة النبوة، هو الرب مديله هذه الموهبة. We have today our special guest Prophet Danny Dean with us. Hallelujah. Thank God for you. Hallelujah. شخص رائع هو الرب مستخدمه في موضوع النبوات، وبتمنى النهاردة أن يكون سبب بركة لحياتنا وسبب إثمار لحياتنا. بروفيت داني دي، I need to thank God for you very much that you accepting this invitation today. And I was talking about what is the prophet means, what's going on with the prophet, and how I know the prophet is right or wrong, or how I can sense it, how I can grasp it in my spirit, because a lot of people not practicing that too much in the Arab world. Here in America, there is a lot of movement of the fivefold ministry and stuff like this, but there, they don't know about the prophet. So let's start with, what is the description of the prophecy and the prophet? What is this? What is this in the Bible? What is the description of that? Well, let me start off by saying thank you, Dr. Joseph. This is a great opportunity to be here. I love being with family. أنا بشكر ربنا لأن أنا موجود مع الأسر. Here is another opportunity to be with my family. النهاردة كمان حاجة رائعة إن أنا أكون في وسطيكم مع الأسرة بتاعتي، مع عيلتي اللي في القناة. So I'm very grateful and honored for this opportunity. أنا فخور وبتشرف إن أنا أكون معاكم على الهواء مباشرة النهاردة. So let me begin by telling you. خليني أقول لك النهاردة حاجة. I did not always walk with God. أنا مش دايما كنت في حياتي ماشي مع الله. There was a time when I had no idea who God was. كان في وقت عدى في حياتي ما عرفش حاجة عن ربنا خالص. I began to seek for him. ابتديت عايز أطلبه. I looked this way and that. قعدت أدور عليه هنا وهنا. I tried many different religions. قعدت أدور على ديانات كمان مختلفة. I thought maybe in religion I could find God. افتكرت إن أنا في مجرد ديانة أقدر أحب الله وأقدر أشوفه جوه الديانة ديت. But at the end, بس في النهاية I could never find a personal أما عرفتش أتوجه شخصيا لهذا الإله connection ما عنديش اتصال بي to God لله. I could find papers كنت ألاقي ممكن ألاقي أوراق. I could find books ممكن ألاقي كتب. I could find rules and regulations ممكن ألاقي قوانين وقواعد. But they left me feeling empty inside. بس كله ده خلاني برضو لسه شاعر بفضيان من جوايا. They didn't answer the cry of my heart. ما كانش قادرين يسمعوا الصرخة اللي في قلبي. In so many ways I thought. في بعض الحالات تخيلت. If there is a God. إذا كان هناك إله حقيقي. I should be able to know him. لازم أعرفه. I should be able to talk to him. لازم أعرف أتفاهم معاه وأتكلم معاه. I wonder what does he think. أنا مش قادر أتخيل هو الله ده بيفكر إزاي. What does God think? الله بيفكر ازاي؟ One day, مرة, someone presented me with the truth. الله سمح ان واحد يقدم لي الحقيقة. Then I had a conflict inside my heart. بعد كده حصل بقى تفاعل في داخل قلبي. If this is the truth, لو هي دي الحقيقة, and this is what I've been looking for, ودي الحاجة اللي أنا عمال أدور عليها,
I had to do something with that. لازم أعمل حاجة تجاه هذا الموضوع. So my choice was to say yes, if you are God. فاختياري كان إذا كنت أنت الله. If you are who they say you are. لما أنت هو نفس الشخص اللي بيقول عنك الله. And they're telling me your name is يسوع. وقالوا لي إنه اسمك يسوع. You speak Arabic, good. Hey, I'm working on my Arabic language. أنا شغال على العربي بتاعي شوية. شكراً. 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 Hallelujah. But I thought if I could know this God and his name is Jesus. أنا تخيلت إنه اسمه هو الله هو يسوع. Then I said here. وقلت هنا. Here's my heart. هنا قلبي. Come in. تعال يا رب إلى قلبي. Let's talk. تعال نتكلم مع بعض يا رب. Because the biggest thing I wanted. لأنه كان أهم حاجة عايزها. I wanted to have a conversation with God. أنا عايز أتكلم مع الله دوت. عايز أتكلم معه. I want to know what He's thinking. عايز أعرف هو إزاي بيفكر. I'd like to know what He has to say about life. ما عايز أعرف إيه رأيه في الحياة. So I began my walk with Jesus. ابتديت ساعتها أتحرك وأتمشى مع الله. He responded to my call. ابتدى الله يستمع إلى صلاتي. He knew what I was asking وعرف for. وعرف عرف سؤالي. And so I began a conversation with God, which taught me to learn, اللي علمتني أتعلم, to know there is many voices in this world. إنه في أصوات كتيرة حوالينا في العالم. There's my own voice. في صوتي أنا شخصياً. There is the voice of advertisement. في صوت للإعلانات اللي بنشوفها في التلفزيون. There are religious voices. وفي كمان أصوات ديانات كتير حواليا. There are educational voices. في ناس أصوات تعليم وحاجات مدارس وبتعلم. How do I sort through all these voices? إزاي بقى خلال الفترة دي أعمل نوع من أنواع تحديد صوت ده صوت مين؟ And to my surprise, he made it very simple to begin with. والله بدأ معايا بتعريف بسيط قوي عن صوته. He said, "Let's start with a love note." ابتدى يقول لي المحبة. Let's start with a love message. رسالة المحبة. Let's start here. رسالة المحبة وهي الكتاب. Then I opened up the book. ابتديت أفتح رسالة المحبة ديت. I began to read it. ابتديت أقرأ. And to my surprise, واتفاجئت بحاجة مهمة جدا. I began to hear his voice. ابتديت أسمع صوته من خلال كلمته. Because it says in his word, لأنه قال في هذه الكلمة, my sheep hear my voice. خرافي تسمع صوتي. Ah, now I hear one voice. أيوة أنا كده عرفت صوت الله. It's Jesus's voice. يسوع صوت يسوع. And what I found with his voice consistently. وابتديت أتعامل مع هذا الصوت وأفهمه أكثر. That I could depend on. وابتديت أعتمد كمان على صوته. And he never changes. وعمره ما تغير. His voice is always one. صوته محدد وواضح وواحد. That speaks peace. هو بيتكلم دائما بالسلام. It speaks love. بيتكلم دائما بلغة المحبة. It speaks encouragement. بيتكلم بلغة التشجيع لحياتي. That tells me I can accomplish anything. بيقول لي دايما أنت تقدر على هذه الأمور وعلى هذه الجبال. His voice has always made me better. دايما صوته بيخليني أحس بالسلام أكتر وبالراحة. And my effect on the world around me. أنا طبعا متأثر بحاجات كتيرة حولي في هذا العالم. Is a representation of that voice. في حاجات كتيرة جدا بتقدم هذا الصوت. Of what he said to me. وابتدى الله يتكلم لقلبي بيتكلم لقلبي. It translates into my actions. ابتدى بقى الترجمة تحصل من صوته إلى أفعال أنا بعملها. I became a forgiving person. ابتديت أكون شخص مسامح للي بيسيئوا إليا. I became a kind person. ابتديت أكون إنسان طيب وحنين وطيب وودود. I became a person that just wanted to love. ابتديت أكون إنسان محب حتى لأعدائي. There is a clue. في طبعا حاجة بتخص هذا الأمر. Who? What is God's voice? ما هو صوت الله؟ What is it is his character. هل هو شخصية الله؟ It's his personality. هل هي دي شخصية الله؟ It's the reality of who God is. تخيلت إنه هذا الصوت هو حقيقة الله. The kind. Generous. إنه ودود وكريم. Loving. ومحب. Ah, so if I want to discern the voice of God, ابتديت بقى أميز صوت الله. If I hear a voice that is angry, أول ما أسمع صوت غضب. لا لا نو ده مش من ربنا الغضب. If I hear a voice
that accuses me. صوت تاني بيتهمني اتهامات معينة. If I hear a voice that wants to release shame to me. أول ما اسمع صوت عار على حياتي. That is not generous. حاجة ما فيها بخل أو حاجة زي كده أصوات فيها بخل. Oh, wait a minute. استنيت بقى. The voice of God. صوت الله. The voice of the enemy. صوت العدو. God is a God of love. الله محبة. Satan is a God of hate. الشيطان إله الغضب والكره. God comes to give life. الله جاء ليعطي حياة. Satan comes to take life away. الشيطان جاء ليموت وليضل. Now I'm beginning to learn the different voices. بدأت بقى أعرف الفرق بين الأصوات وبعضها. If I hear a voice that is loving. أول ما أسمع صوت encouraging. حبة في تشجيع. Gives me hope. بيديني أمل. Builds my faith. بيبني إيماني من الداخل. Builds my trust. بيبني ثقتي الداخلية. Now I'm hearing the voice of God. دلوقتي بقى بعرف إنه ده صوت الله. Oh, how do we hear God? How does God speak? إزاي الله بقى بيتكلم؟ تعالوا نشوف الله نفسه بيتكلم إزاي. Sometimes when I pray, مرات وأنا بتكلم, and I want to hear His answer, وعايز أسمع صوت الله, He sends a loving brother like Joseph. هو بحس إنه بيحب ناس زي يوسف. And Joseph all of a sudden begins to tell me the answer to the very thing I was asking for. وابتدى الله يستخدم ناس تجاوبني عن أسئلة أنا بسألها لله بس بيجاوبني عنها من خلال ناس. So that's the voice of God. ساعات الله بيستخدم الحاجات دي. Or sometimes I pick up the Bible. ساعات مرة تانية بمسك بس مجرد الكتاب المقدس. And I begin to read it. وابتدي أقراه. And pretty soon I hear the answer to what I was asking for. وانا عمال اقرا كلمه الله بحس بشوف كلمه الله ديت بتقول لي ايه وبتجاوبني عن ايه. So God speaks in many many different ways. الله بيتكلم بطرق كثيره جدا جدا. But always consistent with his character. لكن دايما كلمه الله مطابقه جدا لشخصيته. Always consistent with love. دايما بتبقى فيها محبه. Always consistent with encouragement. دايما فيها تشجيع عليا. So if a counselor comes up to me. لو واحد بقى من الناس اللي هي بتتنبأ جه لعندي. And says you need to this or you need to that. اول ما واحد يقول لي انت محتاج تعمل كذا وانت محتاج تعمل كذا. Wait a minute. استناني بقى شويه. That is not consistent. بس ده مش متمشي مع غضب يعني روح الغضب ده مش متمشي مع روح المحبه بتاعت الله. That is not consistent with love. ده مش ماشي خالص مع روح المحبه. If you try to make me feel sad. لو انت عايزني اشعر بالذنب. If you come against me with hate, أيها الشخص لو أنت عايزني أبقى بكره, that is not God's voice. على فكرة صوت الله ما فيهوش كره أبدا. Consistently, God is who He says He is. الله دايما معروفة صفاته محب. He never changes. عمره ما بتتغير صفاته أبدا. You know something? He has never said an angry word to me. دايما الله عمره ما نطق كلمة واحدة فيها غضب على حياتي. There have been a few times. في أوقات الله غضب طبعاً. I have to be honest. عشان أبقى أمين معاكم. Because he's a loving father. لأنه إله محب. He's come and put his arm around me. هو جه حضني. And said to me. وقال لي. Son. ابني الغالي. There's a better way. في أوقات طرق أحلى من اللي أنت بتعمل. Than the way you're doing it. أنت بتعمل حاجات في طريق مش صح. And I go, oh goodness. Oh, يا رب يسوع. You are correct. أنت صح يا رب. Show me the better way. بين لي الطريق بقى الصح اللي أمشي. But when he speaks, he always speaks life. دايما لما بيتكلم بقى على حياتي بمحبة وفي حياة كمان بيديني حياة. So what are prophets? ما هو النبي بقى؟ مين هو النبي؟ First of all, prophets, true prophets are simply men and women. الأنبياء هم رجال وسيدات في الكتاب المقدس ببساطة جدا. Who have trained their senses. هم اللي دربوا حواسهم دايما. And their discernment. والإحساس الداخلي بتاعهم. To with much practice. التمييز المدرب في الداخل. To recognize his voice. حتى يتعرف على صوت الله الحقيقي. Ah, then he does something very special. ساعتها بقى بيقدر يعمل الشخص ده حاجة مختلفة أو حاجة خاصة. Then he says, I want to tell you ساعتها بيقول لك أنا عايز أقول لك حاجة a loving message هقول لك رسالة محبة من الله for one of my children. لابن من ولادي. And so we stand and we speak. ساعتها النبي بيقف ويتكلم لغة الله. And we give وساعتها بيعطي his heart يعطي قلب الله through our words من خلال الكلمات here on earth على الأرض as it is in heaven
بالضبط زي اللي في السماء. So how does he speak? Many times we hear people talking about visions and dreams. ناس كتيرة بتتكلم عن رؤى وأحلام في حياتها. أنا شفت رؤية، أنا شفت حلم، أنا شفت حاجة. So we look at Isaiah. بنبص لأشعياء. Chapter 6. أشعياء 6. And starting in verse 1. بنبدأ من عدد واحد. It says, in the year that King Uzziah في سنة وفاة عزيا الملك died سنة وفاة عزيا الملك I saw the Lord أنا شفت الله sitting on a throne جالسا على العرش high and lifted up مرتفعا وعاليا and the train of his robe وأزياله تملأ المكان filled the temple أزياله تملأ المكان. When he said, "I saw the Lord high and lifted up," أول ما النبي ده قال أنا شفت الله واقفا جالسا على العرش وأزياله تملأ المكان. Did he literally see with his eyes in his natural? هل هو بعينيه الطبيعية شاف الله قاعد على العرش؟ No. لا. God was using his imagination. الله بيستخدم التخيل الداخلي. I know many people would be surprised. الناس هتستغرب دلوقتي تقول لك لا تخيل ايه؟ Imagination. التخيلات. Children use their imagination. العيال الصغيرة هي اللي بتستخدم التخيلات. But God speaks. بس الله بيتكلم. Through the faculty. الله بيتكلم من خلال هذه العناصر. Of our cleansed imagination. من خلال الخيال الذي هو وضعه في حياتك. And we learn by practice. وبنعرف بالتدريب. To separate نقدر نفصل what is good ما هو جيد from what is bad ما هو شرير. There are bad images في هناك تخيلات سيئة. And again, those are not consistent with his character. طبعا التخيلات السيئة أكيد مش متوافقة مش متوافقة مع شخصية الله. Bad images are not a part of his personality. التخيلات السيئة أو التخيلات الوحشة دايما مش متفاعلة مع الله ما تتفقش. So if I get a picture in my mind فلو أنا جات لي صورة في ذهني in my imagination في خيالي and it makes me afraid وخلتني خايف causes me fear. وابتدت نتيجتها ان انا اقعد في خوف. What have we learned? اتعلمنا ايه بقى ساعتها? That is not God. ساعتها يبقى التخيل ده مش من الله. If he gives me a beautiful picture. لو ابتدى الله يعطيني صوره جميله. If I see beautiful flowers. ابتدى الله يوريني صوره ورود جميله وجميله وعطره. Or some other beautiful picture in الله my mind. الله مثلا يوريني صوره جميله فيها بهاء. That gives me joy. ابتدى الله يبسطني من الداخل يديني فرح. It gives me peace. يعطيني سلام داخلي. It makes me happy. جعلني سعيدا. Oh, now it's consistent. ساعتها بقى الصورة دي متفقة مع طبيعة الله. With the character of God. طبيعة الله مهمة قوي. Now I'm beginning to learn. دلوقتي ابتديت اعرف واتعلم. I'm beginning to practice. ابتديت اتدرب. And discern. وابتديت اميز. Good from evil. ما هو الخير وما هو الشر. So if someone stands up in front of me. لو في واحد مثلا جه في اجتماع ووقف قدامي. And says, I have a message from God for you. وقال لك انا عندي رسالة من الله في حياتك. And when they begin to speak. واول ما ابتدى يتكلم. I feel confused. اول ما تبتدي تحس بشوشرة. If I begin to feel shame. أول ما تبتدي تحس بعار من خلال هذه الرسالة. If I begin to feel sad. أول ما تبتدي تشعر بالحزن من خلال هذه الرسالة. What have I learned? اتعلمنا إيه؟ No. لا. That message, even though the man. هذه الرسالة حتى لو الرجل بيقول على نفسه نبي. Says he's a prophet. بيقول على نفسه إن أنا نبي. But what he's producing. ولكن اللي بينتجه من فمه. Is not good. مخليني حاسس بحاجة مش كويسة. So what do I do? ساعتها بعمل إيه? I'm a sheep. أنا طبعا خروف. I know his voice. الخراف تسمع صوتي وتميزها. That's not the voice of God. بعرف على طول إن دي مش من ربنا الرسالة دي خالص. But if a man stands in front of me. لكن لو جه واحد مثلا نبي وقف قدامي. And when he says, "This is the message from God for you." أول ما يقول لك هذه هي رسالة الله لحياتك في هذا اليوم. Oh, and I smile. وابتديت أبتسم. I feel joy. وابتديت أفرح. I feel encouraged. وابتديت أتشجع. Maybe I feel hope. ممكن أحس بالأمل ساعتها. What have I learned? اتعلمنا إيه؟ One is evil. واحدة شرير. One is good. والرسالة خطر. Which one am I going to listen to? خير وشر. هنسمع لأنهي واحدة؟
I'm going to listen to the man. أنا هسمع لهذا الشخص. I'm going to listen to the prophet. أنا هسمع للنبي الحقيقي. That speaks life. اللي بيتكلم كلمة حياة. And another thing. وفي حاجة مهمة برضو عايزين نتعلمها. If this man comes before me and says, I am a great prophet. أول ما يجي واحد ويقول لك قدامك كده أنا نبي عظيم. And attempts to make me feel that I must bow at his feet. بيخليني إحساس إن أنا ممكن أوطي أنحني قدام هذا النبي العظيم. If I'm going to receive a message from the great man. يعني إن أنا بقى هستقبل رسالة من واحد نبي بقى جامد قوي. So he carries an attitude of superiority. أول ما يبتدي يحس بقى إن هو يعني حد يحمل كلمة الله ويتكبر. What have we learned? اتعلمنا ايه? What is the character of Jesus? ما هو طبيعة الله, طبيعة المسيح? Has Jesus ever come to us like that? هل يسوع بيجي لك دايما بالصورة المتكبرة ديت? Never. لا. He always comes and he takes us. دايما بيحملنا. And he looks us in the eye. وبص عين بعين جوه عينيك. And he says to us, I love you. وبيقول لك جوه عينيك كده وبيكلمك يقول لك انا بحبك. And those leaders, والناس بقى القادة دولة, and those true prophets, والناس الحقيقية والأنبياء الحقيقيين, they come with a gentle heart. بيجوا دايما برضو بقلب متضع. There's a gentleness about their spirit. قلب متضع كده وقلب وديع. You know when you get in their presence, Joseph. أول ما تشوف النبي حقيقي في حضوره, you feel loved. تحس إن أنت محبوب. Yeah. You feel like you found a brother. كأنك لقيت أخ ليك وأنت بتقابل النبي الحقيقي. You don't feel like you have to. You found someone that you must salute. مش لازم أول ما تقابل النبي لا تقعد توطيله وتديله تعظيم سلام. هو ده بقى الإحساس الغلط. When you found a true prophet. لما تستقبل النبي الحقيقي. He comes gently. بيجي لك بوداعة كده. There may be times when he speaks with authority. ساعات النبي بيتكلم بسلطان. But never to you. بس مش ليك انت. But maybe what's coming against you. بيتكلم بسلطان على حاجة ضد حياتك. That's where there's some authority. ساعتها بيبقى فيه سلطان حقيقي. But a true prophet. لكن النبي الحقيقي يأتي. Is going to walk up to you. هيبتدي يجي لك. Like brothers, هيجي لك كأخ ليك. And says, "I'm not better than you." هيقول لك أنا مش أحسن منك. We are brothers. وإحنا إخوات. So we support each other. إحنا بندعم بعضينا البعض. When we find that person, أول ما تلاقي هذا الشخص. Ah, maybe we found a real prophet. ساعتها بقى بتبقى أنت لقيت النبي الحقيقي. Yes, there are people that carry the responsibility. في ناس طبعا بتتحمل مسؤولية. As prophets. كنبي بتتحمل مسؤولية. And they spend a lot of time with God. وساعات بيقعدوا كتير مع الله. And they need to bring messages. بيتدربوا عشان يوصلوا رسائل حقيقية. Maybe a teaching. ممكن يوصل تعليم. Maybe a message from God. ممكن يوصل رسائل من فم الله لحياتك. But the fact is. لكن الحقيقة هي. All of God's sheep. كل خراف الله. Everyone who knows Jesus. خرافي تسمع صوتي. Is supposed to be able to hear His voice. ينبغي أن تستطيع كخروف عند المسيح في حظيرته أن تسمع صوته. Even as you're sitting here today. حتى وأنت دلوقتي قدامي على الشاشة. Something's different about this show today. النهاردة الحلقة مختلفة. You feel something inside. أنت حسيت حاجة مختلفة في قلبك دلوقتي. You may have even heard God's voice. ممكن تسمع صوت الله من خلال حلقة زي بتاعت النهاردة. Whispering. الله بيهمس فوق. Over all the other voices. بيهمس فوق الأصوات العالية والضجيج اللي حوالين حياتك. I love you. بيقول لك أنا بحبك. Oh, the sweetest words to hear. كلمات رقيقة وجميلة تسمعها. Do you mean the creator of the universe? يا رب ده أنت اللي خالق كل الكون. Looks at me. بتبص لي أنا. And says, "I love you." وبتقول لي أنا بحبك حب عظيم. Yes, he does. أيوة صدقوني بحبك. And right now, right هو here. هو بيحبك دلوقتي حالا. He wants to talk to you. عايز يتكلم معاك. He doesn't want to tell you rules. هو مش عايز يديك قوانين وقواعد وأمور معينة. He doesn't want to tell you regulations. هو مش عايز يديك يعني شروط. He wants you to have peace. هو عايزك تشعر بالسلام. Peace of heart. تشعر بسلام داخل Peace of قلبك. Mind. سلام في عقلك. Peace in your body. كمان سلام في داخل جسدك. And when we hear the true voice of God. ولما تبتدي تسمع الصوت الحقيقي لله. That's what we feel. ساعتها بتحسه.
So we do not listen to the voice. نحن لا نسمع لأصوات غريبة. That speaks hate. كل صوت يعطي كره ما بنسمعوش. That simply wants to destroy. أي صوت بيحب يدمر نفسيتك. We know whose voice that is. أنا بعرف أسمع صوت إلهي المحنين. But we also know the character of God. بس كمان عشان عارف صفاته الجميلة والحلوة. And that's the voice we want to listen to. صفات الله تحمل رسالته النبوية. So when we hear When we begin to learn, we begin to practice. أو ما نبتدي بقى نتدرب على الأمر دوت. Hearing the voice of God. نتدرب إزاي نسمع صوت ربنا. And we make a decision. ونبتدي ناخد قرارات. Okay, I want to hear God's voice. دلوقتي بقى يا رب أنا عايز أسمع صوتك الحقيقي. All of a sudden. فجأة. You hear a voice. تسمع صوت تاني. That you know is not your own. طبعاً تعرف إنه ده مش صوتك أنت. And when you hear that voice, أو ما تسمع هذا الصوت, you may be surprised. تستغرب وتتفاجئ. But the thing we remember, بس افتكر معايا, does that voice speak life? هل الصوت دوت بيعطيك حياة? Or death? بيتكلم بالحياة ولا بيتكلم بموت? Even more important, تخيلوا معايا في حاجة مهمة أكتر من ده. We learn to challenge the voice. ابتدينا بقى نتحدى الصوت. And we say, sometimes I will say, ساعات بقول كده, voice, يا أيها الصوت, who is Jesus? من هو يسوع? Answer me. جاوبني. Who is Jesus? من هو يسوع? When the voice goes silent, أول ما الصوت يسكت خالص, I say, ah, you just revealed yourself. أنت كشفت نفسك أيها الصوت. Now I know. أنا دلوقتي عرفت إن أنت مش صوت الله. You are a voice I do not want to listen to. أنت صوت غريب أنا مش عايز أسمعه. But according to 1 John chapter 4 verse 1. تعالوا نشوف يوحنا الأولى. It says. بتقول. Don't listen to every spirit. ما تقعدش تتفرج على كل روح. Don't listen to every voice. تسمعش كل الأصوات اللي حواليك. Test the voice. اختبر الصوت. Who is Jesus? من هو يسوع? Did he come in the flesh? هل يسوع جاء في الجسد? Did he die on the cross? هل هو مات على الصليب? Did he rise again? هل هو قام من بين الأموات? Is Jesus Lord? هل يسوع هو ربك? And when the voice comes back to me, أول ما الصوت بقى يرجع لك مرة تاني, says yes. أول ما يقول لك Jesus is Lord. يسوع هو الله. And that voice, في هذا الصوت, has the character, ماشي متمشي مع طبيعة الله, personality, ماشي مع شخصية الله, of God. ماشي مع شخصيته. And says yes, he is Lord. وقال لك أيوة أنا يسوع الله. Now I can listen to that voice. ساعتها ممكن تبتدي تسمع هذا الصوت. So many people want to tell us many different things. في ناس كتيرة بتقول أي حاجة في أي حاجة. Oh, you need to follow this religion. أنت لازم تتبع الديانة الفلانية. You need to follow this philosophy. الطائفة الفلانية أو الفلسفة الفلانية. You need to do these rules. أنت لازم تمشي بالتطبيقات ديت. You must follow these rigid set of guidelines. يجب أن تتبع هذه الطرق والإرشاد بهذه الطرق. And as I listen, وأنا بسمع, it makes me feel smaller. أول ما أحس بصغر النفس, it makes me feel sad. أول ما أنزل وأحس بالحزن, it makes me feel as if I could never do all of these rules. أول ما أحس بالعجز الشديد وإن أنا مش قادر أسمع كل الأصوات ديت, I could never match up to all these religious expectations. مش قادر أطلع ومارس هذه الديانات اللي متطلبة مني حاجات كتيرة في حياتي. So what have we learned? ساعتها اتعلمنا إيه? If it brings life, أول ما تأتي هذه الرسالة بالحياة, it's God. من الله. If it brings death, أول ما تبتدي من الموت, it is not of God. الرسالة بتعطيك موت وتعطيك صغر, مش من الله. So I have chosen. عشان كده أنت اللي بتختار. To listen to one voice. أنت بتختار أنهي صوت تسمع. To hear the voice of Jesus. تسمع صوت يسوع. And then, ساعتها, we grow. أول ما تبتدي تنمو في الداخل. By experience. بتتدرب بقى. We hear the voice for the first time. اتدربت بقى انك بتسمع صوته لاول مره. Oh, I heard God's voice. انا سمعت صوتك يا رب. And it's amazing. جميل جدا. Then we hear his voice again. ساعتها تسمع صوته مره ثانيه. Now we begin to practice. ساعتها بقى تميز صوته. Now we begin to have positive experiences. ساعتها بقى تبقى عندك خبره ايجابيه عن هذا الصوت. We begin to understand what is his voice and what is not his voice. تبتدي تفهم ايه صوته وايه مش صوته. It becomes clearer and clearer. ساعتها بقى بيوضح اكتر واكتر واكتر. Oh, it is wonderful.
صوت يسوع رائع. Because now ساعتها I can begin to have a conversation. ساعتها بقى مش مجرد صوت منه لا ده انت بتتكلم معاه وهو بيتكلم معاك. So I can say to him, "Oh God, let me talk to you about my life." يا رب يسوع انا عايز اتكلم معاك عن حياتي. I don't know if I should do this or if I should do that. ايه رايك يا رب انا داخل في موضوع ومش عارف اعمل يمين ولا شمال اروح هنا ولا هنا. What do you think I should do? ساعتها يا رب انا عايز اسالك اعمل ايه. Now God ساعتها الله may choose many different ways to answer my question. الله بقى هيختار مليون طريقه يتكلم فيها في حياتي. He may send a brother like Joseph to see me. يبعت جوزيف يقول لي كلمه. I may pick up the Bible. ساعتها ممكن برضو امسك كتابي واسمع من صوت الله. I may listen to a specific song. ممكن اسمع ترنيمه معينه تجاوب لي على سؤالي. He speaks in so many different الله ways. الله بيتكلم بطرق كتيره. But what's important بس اهم والاهم is the smile on my face. لازم الابتسامه لا تفارق وجهك. Because I've come to learn حينما تتعلم that's his voice. كيف تسمع هذا الصوت. That's the answer I was looking for. هذه هي الإجابة التي أنتظرها. And what is very wonderful. وحاجة جميلة كمان بتحصل. When I hear that still small voice in my own heart. ساعتها في أصوات برضو خافتة داخل القلب. And I go, oh, that's the voice of Jesus. ساعتها بحس في همس داخل قلبي بقول ده صوت يسوع جواه. And he responds to my call. ساعتها بقى بيبتدي يسمع لصلاتي. One thing that I share a lot. في حاجة أنا بشاركها دائما في وعظاتي. Is for the prophetic. عشان الأمر يبقى نبوي في حياتك. And people that call themselves prophets. والناس اللي مسميها نفسها أنبياء. Must follow prophetic ethics. لازم يمشي بمبادئ النبوات. There is right things to say. في حاجة صحيحة ممكن نقولها. And there's things that are better not said. وفي حاجات تانية ما ينفعش نطلعها من بقنا. Let me give you an example. هديكم مثال. I walked up to a woman. ابتديت أروح لغاية سيدة. Through my sanctified imagination, my cleansed imagination. في خيالي العادي. I looked at her. بصيت عليها. I see a picture. شفت صورة. She was inside of a metal case. لقيتها محصورة جوه حاجة معينة زنقاها كده أو حصراها. It looked terrible. منظر فظيع جوه خيالي. So I thought to myself. So أنا ابتديت أدرك أو أفكر. Father. أيها الأب. What would you say to your daughter? عايز تقول إيه للست ديت؟ She needs to be free. لازم تتحرر من التعب بتاعها. She is locked. حاسة إنها مضغوطة ومقيدة. How? What would you say to her? يا رب أنت عايزني أقول لها إيه النهاردة؟ Now this is what I said. أنا قلت الكلمتين دول. I said, I see you like a butterfly coming out of a cocoon. Hallelujah. أنا شفتك زي فراشة بتطلع من القوقعة بتاعتها أو من الشرنقة بتاعتها. See, if I had said, I see you in a metal box. أنا لو قلت لها أنا شايفك جوه قفص مقفولة ومخنوقة. It would have confused her. هتبتدي تتشوشر. It may have even made her afraid. وممكن تخليها تحس بخوف على حياتها. But a true prophet. لكن النبي الحقيقي. Is going to check with the Father. الأول بيتأكد من الله إنه الرسالة دي صح. How do you want me to communicate? إزاي يا رب عايزني بقى أنقل الرسالة بالطريقة الصحيحة. Your love. حبك. And then he said. Tell her. قال لي قول الكلمتين دول بالظبط. I'm going to set her free. أنا هحررك أيتها المرأة. Like a butterfly coming out of a cocoon. من جوه الشرنقة بتاعتك زي الفراشة بتطير في كل حتة. See, that gave her life. ابتدت تبتسم ابتدى يتكلم حياة على حياتها. An immature prophet. في ناس طبعا غير ناضجة أنبياء غير ناضجة. Would have gone with his first thought. أول ما بيشوف المنظر على طول. Oh, I see you in a prison in a can. أنا شايفك جوه سجن مقفولة. That's what an immature prophet would have done. ده الشخص النبي غير الناضج بينطق بالكلمات دي. Rather than stepping back and asking Holy Spirit. بدل ما يرجع لورا شوية ويسأل روح الرب الكلام اللي أنا أنطق بيه أنطق إيه. What do you want to do in her life? يا رب أنت عايز تعمل إيه في حياة الشخص اللي قدامي عشان أتنبأ عليه. And he gave her life. ويبتدي يقول له كلمات حياة. And freedom. الكلمات حرية. And she began to weep.
تبتدي تبكي with joy تبكي بفرح because she was being set free لأن الله حررها من هذا التعب. So this is what we talk about ethics. إحنا دلوقتي بنتكلم على المبادئ بقى. And another thing of ethics. في حاجة تانية مبدأ تاني. I go into a room and there's a sick person. في واحد مثلا أنا رايح أوضة غرفة معينة وفي واحد مريض قدامي. All the family is gathered around the sick person. العيلة كلها ملفوفة حول المريض. They're praying, "Oh God, let him live." يا رب يسوع عايزينك تدي حياة لهذا المريض. I discern by revelation. أنا عرفت من خلال كلمة الله. The individual is not going to live. إنه الله مش هيكمل حياة هذا الشخص وهيموت. A mature prophet. النبي الناضج says nothing. يسكت. Because it would be unethical. لأنه ساعتها مش هيبقى احترام أو حاجة قانونية. It would be inappropriate. هتبقى حاجة غير مناسبة للموقف. These people are hanging on for hope. الناس دي كلها متعلقة في أشياء أمل عشان الراجل ده يقوم من so الموت. So a mature prophet steps back. ساعتها النبي الناضج بيرجع لورا خطوة. Says Father. بيقول أيها الآب. What do I do with this information? أعمل إيه بقى اللي أنت قلت لي إنه الشخص ده هيموت بدل ما يحيا. And he says, "I showed this to you." أنا بوريك دوت. So that you could pray. عشان تصلي. And intercede. وتتشفع. For this family. للعيلة مش للشخص. See, an immature prophet. لكن لو نبي بقى غير ناضج. Would have said, "Oh, they're going to die." الراجل ده هيموت. And the family would be destroyed. تبتدي بقى العيلة كلها تفشل وتتحطم. That would be immature. ساعتها مش هيبقى نبي ناضج. Because a true prophet لأنه النبي الحقيقي must always have one ear listening يجب أن يسمع for what the Holy Spirit is saying. ما روح الله يقوله له. What do you want me to do with the words you've put in my heart? أنت عايزني أعمل إيه يا رب دلوقتي في الكلمة اللي أنت قلتها. What do you want me to do with this image that you've put in my head? أنت موريني الشخص ده هيموت. أنا أعمل إيه في الصورة اللي أنت موريهاني. What do you want me to do with it? عايزني أنقل لهم الرسالة دي إزاي. That's what a mature prophet بس does. أبقى نبي ناضج. There are things that would be unethical. في حاجات كتيرة غير منطقية. If you walked into someone's home. تعال نشوف مثل تاني. أنا هدخل بيت واحد. And the way they were treating their children. وشفتهم هما بيتعاملوا مع الأطفال قدامي. You would think within yourself. هتبص كده وهتفكر جواك. This is not right. إزاي بيتعاملوا كده مع الأطفال. See, it would be inappropriate. ساعتها مش هيبقى غير أخلاقي. For me to tell another man how to raise his family. إن أنا أقول لرب الأسرة ديت إزاي رب عياله. But someone could say, "Oh, but God showed me that the man was wrong." الله واحد تاني يقول الله وراني طريقة تعاملتك مع أطفالك. Someone could say, "But I know the truth." بس أنا عارف الحقيقة. I'm right. أنا الحق عندي. This man is wrong. هذا الشخص لا يربي أولاده بطريقة صحيحة. An immature prophet. وساعتها يبقى نبي غير ناضج. Would try to tell him what to do. لو قال الأب دوت إزاي يتعامل مع أولاده بطريقة غلط. That is unethical. ده غير منطقي وغير صحيح. So a mature prophet. تعال نشوف بقى النبي الناضج يعمل إيه. Would step back. هيرجع لورا شوية. Ask Holy Spirit. هيسأل الروح القدس. What do you want me to do with this information? أعمل إيه مع المعلومات اللي أنت اديتهاني عن معاملة الرجل ده مع أولاده. And what God would probably say. ساعتها الله هيقول حاجة. I've given you this revelation. أنا اديتك الإحساس دوت. So you can go pray for the family. عشان تروح ترجع لورا وتصلي للأسرة ديت. So you can go pray for the man. وتصلي للشخص اللي بيعامل ولاده غلط. And then to your surprise. وبعدين هتتفاجأ. A few days later. بعد كام يوم. The father comes. إنه الأب هيجي. He says, "I would like some counsel on how to be a good father." هيجي لك يقول لك ممكن تعلمني إزاي أكون أب صالح للأولاد دولة. See, look what God did. شفت الله بيتعامل إزاي؟ That's maturity. هذا هو النضوج في النبوات. See, God is always going to be releasing life. الله دائما بيطلق حياة. It's always love. حب. It's always hope. دائما بيطلق رجاء. It's always that he believes you can do anything. هو الله بيصدق انك تستطيع كل شيء من خلاله. Everything he releases produces life. كل شيء الله بيطلقه وبينتجه على حياتك بيثمر بالحياة. So no matter what I feel, مش لازم انت بتشعر بايه. I always measure. لازم اقيس الامر. Between good, ما بين الصحيح and evil. والشر. What brings life?
ما يأتي بالحياة what brings death وما يأتي بالموت what sets me free ما يطلقني حرا and what binds me وما يقيدني قيودا غلط I know which one is God أنا عارف أني فيهم هو الله and I will take the one I will take what gives me life الله هيخليني أختار الحاجة اللي بتدي حياة It's a lot of fun to be with true prophets. طبعا هو حاجة ممتعة جدا ان اكون نبي حقيقي. When a prophet, a true prophet, لما يبقى النبي الحقيقي brings you a message from God. بيعطيك رسالة من شخص الرب يسوع المسيح. Tells you something nobody could know. حاجة معينة عمر ما حد تاني عارفها عن حياتك. That only God could know. بس يسوع هو اللي عارف هذه الحاجة ديت. And then says to you. وبيقولها لك بكل سهولة. That you are going to succeed. ساعتها هتنجح. You are going to have your dreams. الله بيقول له مثلا الله حقق لك كل أحلامك. You're going to have the things you've been hoping أنا for. أنا بحقق لك أحلامك الروحية الرائعة أمام الرب. See, something happens not in the head. مش بس حاجة بتحصل على مستوى الذهن. Something happens in the heart. ساعتها في حاجة بتحصل على مستوى القلوب. I'm not just listening to words. أنا مش بس بسمع لكلمات فارغة. I'm receiving something. أنا بستقبل كلمة الله الحية في داخل قلبي. That's reached into my heart. ساعتها بتدخل إلى القلب وتستقر. داخل القلب and given me وتعطيني what no man could give حاجة عمر ما واحد إنسان يعطيها but الإنسان. Only what God could give حاجة بس اللي يعرف يديها هو الله نفسه and then so many times في أوقات كتيرة in some ways we're surprised في حاجات بتفاجئني كتير جدا there really is a God ساعتها بحس إنه ده الإله الحقيقي and he really cares about me هو يهتم بي وبيك All of the books in the world. كل كتب العالم. All the philosophies in the world. كل فلسفات العالم. All the religions in the world. كل ديانات العالم. Could not touch my heart. ما تقدرش تلمس قلبي. The way he touches my heart. بالطريقة اللي يسوع بيلمس بيها قلبي. Every religion can speak to your head. كل الديانات تتحدث إلى العقل. Every philosophy can speak to your head. كل فلسفات تتكلم إلى العقل. You can listen to words. أنت تقدر تسمع كلمات فارغة. And decide to believe the word. وساعتها بتصدق الكلمات دي. But that's a big difference. بس خلي بالك. When something happens in your heart. حينما يحدث شيء داخل قلبك وروحك. And it puts me at peace. بيخليك تشعر بالسلام. That is the God that we serve. ساعتها هو ده الله اللي احنا. That is the reality. هو ده الحقيقة. هو ده يسوع الحقيقي. See, when I was looking for the truth. أول ما ببص على الحقيقة. Joseph, when I went looking for the truth. أول ما ببص على الحقيقة. I wanted to find the truth. أنا عايز الحقيقة يا رب. I was all about the truth. أنا بحب الحقيقة يا رب. And then someone told me Jesus was the truth. واحد قال لي يسوع قال عن نفسه أنا هو الحقيقة. Oh my goodness. طريق والحق والحياة. If he's the truth. لو هو الحقيقة. How can I reject him? يبقى إزاي أرفضه? If I believe in the truth. لا أنا بأمن يا رب إن أنا عايز الحقيقة في حياتي. If I'm so fervent about the truth. أول ما ببقى عطشان للحقيقة. How could I reject him? إزاي أرفض هذه الحقيقة لما تجيني لغاية عندي? Because I heard something. لأني سمعت حاجة. And it touched my heart. وقلبي تلمس بيها. Just like it's touching your heart right now. الله بيلمس قلبك في هذه اللحظة. Right where you're sitting right now. وانت قاعد دلوقتي في لمسات من قلب ربي. God is reaching out to your heart. الله بيأتي إلى بيتك النهاردة. Right now where you're sitting. وانت قاعد في مكانك. You have begun to hear the truth. تبتدي تسمع الحقيقة. Something in your heart. في حاجة جوه قلبك بتتحرك. Is saying yes. أيوة. Your mind may be saying no. ذهنك بيقول لا. Your previous convictions may be saying no. كل قناعاتك السابقة بتقول لا. Everything you've been taught may be saying كل no. كل تعاليمك السابقة بتقول لا. But you cannot deny the truth. لكن ما تقدرش تخفي هذه الحقيقة. Something's touched my heart. في حاجة بتلمس قلبك من الداخل. And there's no one else in the room. ما فيش واحد تاني في الغرف ديت ولا في المكان دوت ولا في العالم. There is no manipulation. ما فيش أي نوع من أنواع الاقتناعات العادية. There's no psychological power. ما فيش قوة نفسية أو تأثيرات نفسية تنويم مغناطيسي. Or emotional power. ما فيش حاجة اسمها تأثيرات عاطفية وخلاص النهاردة في الحلقة. That could touch my heart. ما فيش حاجة تقدر تلمس قلبي. And stir hope. غير إنه رجاءك يا رب. Something's happened in my heart. حاجة حصلت في داخل قلبي من الداخل. Even right now, I just want to release to you. النهاردة أنا بطلق هذه الروح. The capacity. بطلق الإمكانيات. In your Clean imagination. في الخيال الخصب تبعك. To see beautiful pictures. عشان تشوف صور الله الرائعة. Of His love. تشوف محبته.
Whatever that is to you. أينما كانت أو أيما كانت هذه. Maybe it's going for a walk in a beautiful garden. تبقى ماشي في جنينة جميلة. And all of a sudden. وفجأة. You're going. تقول. I see myself in a beautiful garden. أنا شفت صورتي في ماشي في جنينة جميلة. I can close my eyes. أنا ممكن أغمض عيني. I can see myself in a beautiful garden. أنا أشوف نفسي داخل هذه الجنينة الجميلة. And to my surprise. الحديقة الرائعة بتفاجئ. Here's Jesus. إنه يسوع ماشي جنبي. Jesus. يمشي معايا يسوع. He's right here. جنبي على طول. And he wants to go for a walk with me. وعايز يتمشى معايا شوية. In the garden. جوه جنينة أو جوه الحديقة. I know for some of you, you've never had an experience like this before. في ناس كتيرة ما شافتش الرؤى دي. This has never happened to you before. ممكن يكون ما شفتش حاجات دي قبل كده. Everything around you. كل حاجة حواليك. Is telling you this is not possible. تقول لك حاجات دي حاجة مستحيلة أن أشوف الرب في رؤية. And you can only imagine if you go and tell your family. ومش ممكن تتخيل في يوم من الأيام أنك تروح لحد من العيلة تقول له الكلمات دي. They would look at you. أو هيبص يقول لك أنت بتتمشى مع يسوع. You must have lost your mind. أنت مجنون. أنت مجنون عشان بتقول الكلام ده. But let me tell you something. بس خليني أقول لك حاجة مهمة. You don't have to go tell anybody. مش لازم تقول للناس أنت بتشوف. You just begin to enjoy. استمتع بهذه الرؤى بشخص الرب يسوع المسيح. This relationship. هذه العلاقة الرائعة. This walk. هذا التمشية الجميلة مع شخص with المسيح. تمشية جميلة مع يسوع. So oftentimes I see myself sitting beside him in a garden on a bench. ساعات ببقى أحس نفسي قاعد جنب يسوع على مكان معين على مكان وقاعدين بنحكي سوا. And I just say Jesus. بقول يسوع. How is things in the kingdom of God today? يا رب إيه الحاجات الرائعة اللي في ملكوتك؟ And he always smiles. دايما يبتسم لي. I think sometimes he looks at me. ساعات بيبص لي بصة كده. And looks and says, "Son." بيقول لي ابني الغالي. You're so silly. أنت شوية يعني مش فاهم الحقائق بالضبط. Because he has become my friend. لأنه ابتدى يبقى صديقي الشخصي. I mean, he is God. هو طبعا الله الرائع. And I honor him. وأنا فعلا بحترمه بقدره. And I worship him. وبعبده كمان. But he is also my friend. ولكنه أيضا صديقي. And I can talk to every day. وأستطيع أن أتحدث إليه كل يوم. Any time of the day. أي وقت في هذا اليوم. I can tell him what I love. أنا بقول له الحاجات اللي بحبها. I can tell him what I'm afraid of. بقول له الحاجات اللي بخاف منها. I can tell him what I need. بقول له احتياجاتي الشخصية عايز وعايز وعايز. And then I hear that voice. وساعتها بسمع هذا الصوت الجميل. And says, "Oh, I have wonderful plans for you." أنا بقى عندي خطة حلوة ليك يا ابني. Just as he does for you. زي الخطة اللي بيعملها لك. Do you know that every single human being on this earth? عارف إن كل شخص في هذه الأرض عايش على الأرض. Doesn't matter where you live. ما أينما عشت وأينما تكون. Doesn't matter your history. مش لازم تاريخك أصلاً يبقى إيه. Doesn't matter what religion we were in. ولا بيهم الرب يسوع أبداً ديانتك إيه. He does is not concerned. ما بيهموش أبداً الحاجات دي كلها. He just wants to sit. هو عايز يقعد. And talk to you. يتحدث معاك. And he may tell you the same thing. يتكلم معاك في نفس الأمور التي يكلمك عليها. He may tell you you're a little silly too. ممكن يقول لك انت شويه يعني مش فاهم قوي في الموضوع دوت. And that's who he is. هو ده إلهنا. So there are true prophets. هناك انبياء حقيقيين. And there are false prophets. وفي انبياء كذبه. One gives us life. النبي الحقيقي يعطي حياه. One creates confusion. النبي الثاني بيعطي شوشره. One makes me feel ready to do anything. النبي الحقيقي يعطي امور تشعرك باهميتك في ملكوت الله. And one prophet makes me worried about everything. والنبي الكذاب يجعلك عايز تنتحر. So I've learned. أنا اتعلمت. Which one am I going to listen to? مين هو النبي الحقيقي اللي هسمع له؟ I'm going to listen to love. أنا هسمع للغة الحب. I'm gonna listen to hope. هسمع للغة الرجاء. I'm gonna listen to the voice. أنا هسمع للصوت. That says to me. الذي يقول لي. You can do anything. أنت تستطيع كل شيء في المسيح الذي قوي. ستكون ناجحا. Because you've come to know me. لأنك تعرف الناجح. And begun to feel my love on you. تعرف هذا النوع والقدرة من المحبة. So this is a wonderful opportunity for you. دلوقتي في فرصة رائعة قدامنا. There may be many prophets out there. في ناس أنبياء كتير الرب بيجهزها دلوقتي قدامنا. And you've just been waiting. عمال مستني الرب يعلمك إزاي تبقى نبي. For someone. في ناس النهاردة. To tell you. هيقول لك الرب. Listen. اسمع. Practice. تتدرب.
Know his voice. اقعد اقرا الكتاب المقدس واسمع صوته. And it begins in this love note. تبدا من المحبه، من رساله المحبه الكتاب المقدس. That's where we begin. هي دي البدايه. Then we have good friends. وعندنا اصدقاء حلوين حوالينا. That we know hear God's voice. ناس بنعرف كويس قوي من طريقتنا معاهم انهم بيسمعوا صوت الله بجد. And so that's why we get together as family. فيجب ان نبقى مع بعض كعيله. So we can practice. عشان نتدرب مع بعض نسمع صوت. What are you hearing today? What is God saying to you? ممكن اقول لك الرب بيقول لك ايه في الامر دوت. ممكن اسالك. And we begin to share. ونبتدي نتشارك مع بعض. And there's usually going to be laughter. ودايما ساعتها بيكون في لغه محبه وسلام وفرح. Because there's joy. لان هناك فرح. And where the spirit of the Lord is. حينما يكون روح الرب يسوع. There is freedom. هناك حريه. And there is joy. وهناك فرح. There is love. وهناك محبة. That is the reality. هذه هي حقيقة. Of God. الله. The God of Abraham. الله هو إله إبراهيم. Isaac. وإسحاق. And Jacob. يعقوب. This is the God we've come to know. هو ده الإله اللي إحنا بنأتي ونعبده. That's come into our world. يأتي إلى عالمنا. Into our lives. إلى حياتنا. To tell us. يعطينا. The truth. الحقيقة. And it has been my incredible honor, Joseph. Oh, that is شرف كبير إن إحنا نكون بنخدم رب. Hallelujah. Thank you. Be with our family. بشكر رب من أجل العيلة الجميلة الكبيرة اللي في قناة الطريق. Hallelujah. Thank you, Prophet Danny. حبيبي. 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 شكرا حبيبي. Hallelujah. God bless you. بشكر ربنا جدا. بشكر ربنا من الناس اللي معانا على الفيسبوك واللي طلبوا طلبات الصلاة. بشكرهم. أمين. ربنا يبارككم. وناس طالبة ترانيم أمين. إحنا عندنا ليالي تسبيح هنقدر نسمع فيها ترانيم بوعدكم. بشكر ربنا لكل اللي كانوا معنا على الشو دوت. لو عجبك الشو دوت اعمل له شير بسرعة لأصدقائك عشان يسمعوه. الرب يبارك حياتكم. إحنا كل اثنين كل أربع كل جمعة مع برنامج حلال المشاكل. I need to thank God for Prophet Danny Dean and see you one more time in Jesus name. Amen. In the future. Amen. Hallelujah. See you guys. Bye bye. Amen. ربنا معاكم. Amen. وجعي حنيني طول عمري شايل ساكت مقايل والدمع سايل ظروف تقيلة ماشية معندة أمواجها جامدة والحظ مايل جربت وصفات الأطباء رأي الأحبة شفت البدايل حفرة غويطة بعد أحلامي نفسي في سلامي بس مش طايل ايديك حبك طول النجاة في ايدك انت بس حل المشاكل اروح لمين حاسس بضيقة نفسي غريقة شمسي غميقة حزني عايش أوقات طويلة ما بيد حيلة فرحي دقيقة زرعت شوك في طريق حياتي كترت قهاتي تهت الحقيقة حطت في ناس كل يمالي زادت ألامي هربوا في الدقيقة زرعت شوك في طريق حياتي كترت قهاتي تهت الحقيقة حطت في ناس كل أمالي
زادت ألاني هربوا في الضيقة. في كتير طرق وسط الحياة